ومعنا من تونس العاصمة للحديث عن التجاذبات السياسية في البلاد والاختلاف على دور الرئيس والانهيار الاقتصادي الحاصل، معنا سعيد دزواري الكاتبة الصحفية التونسية. أهلا بك سيد سعيد. أستاذ سعيد، بداية، ما هو أساس الأزمة السياسية في تونس؟ لماذا لم تشهد تونس هدوءا سياسيا ولا تزال تعاني من هذا الاضطراب الحاصل؟ نعم، أهلا بكم وشكرا على هذه الاستضافة. يعني أسباب الأزمة السياسية في تونس يعني هي ليست بالجديدة، يعني هناك تقاسم يعني صلاحيات، وهناك يعني نظام دستوري ينظم العملية السياسية، ولكن كل من رأسي السلطة في البرلمان وفي الرئاسة يريد ربما الاستحواذ أكثر ما يمكن والتموقع أكثر ما يمكن في المشهد السياسي. نعم. يعني وبالتالي فإن هي حرب صلاحيات وحرب نفوذ وحرب تموقع، يعني بالأساس هذا أساس الأزمة. نعم سيد سعيد، إلى أي مدى ترى بأن الرئيس التونسي قيس سعيد فشل في أن يكون رجل التوازنات في تونس في ظل الصراع السياسي الحاصل؟ وإن كان أو إن كنت ترى أنه فشل، فأين فشل الرجل بالضبط؟ يعني اجمالا بعد سنه تقريبا من بدايه حكم الرئيس قيس سعيد، لا اعتقد ان يمكن الحكم على هذه التجربه بالفشل الى حد اللحظه، ولكن الازمات السياسيه المتعاقبه منذ يعني الانتخابات الى اليوم لم تجعل او لم تعطي للرجل يعني صلاحيات كبرى وفرصه كبرى لبدايه الاشتغال، ولانه يعني الصلاحيات الموكوله للرئيس ليست يعني يعني التي تمكنه كثيرا من يعني القيام بكثير من الاصلاحات. يعني المشهد البرلماني هو الذي اثر بالاساس، يعني وترديد العمليه السياسيه في البرلمان هو ما اثر اساسا على العلاقات بين الرئاسات الثلاثه اولا، ثم على التموقع الذي تحدثت عنه في البدايه. وبالتالي فان يعني اذا هناك فشل في تقييم التجربه السياسيه بعد هذه الانتخابات، فهو فشل ساهم فيه الجميع، البرلمان والرئاسه وايضا الحكومه بشقيها المستقيل واي الحكومه السابقه والحكومه هذه الحاليه ايضا. ولكن ربما الذي فشل والذي في حاجه ربما الى تعديل يعني هو النظام السياسي الذي وضع بعد دستور 2014، هذا هو ربما في حاجه الى بعض التعديلات، لانه هذا الدستور لم يمكن من اعطاء صلاحيات واسعه لا لرئيس الحكومه ولا للرئيس ولا لرئيس البرلمان. لكن احجام الرئيس قيس سعيد عن دعوه الوزراء الجدد في التعديل الحكومي لاداء اليمين الدستوريه امامه بعد نيلهم ثقه البرلمان، الا تعتقد ان هذا يزيد التوتر السياسي؟ نعم، هو هذه يعني هي نقطه ولا من عناوين الازمه الحاصله يعني بين رئيس الحكومه ورئيس والرئيس في ان يعني الرئيس يعتبر انه هو الحق، يعني بما انه هو من اقترح السيد هشام مشيشة رئيس الحكومه، وبالتالي فانه له على الاقل سلطه معنويه على رئاسه الحكومه، وبالتالي فان اي تحوير يمكن ان يجريه رئيس الحكومه يقوم بالتشاور معه على الاقل، يرى ان هناك انقلاب من قبل رئيس الحكومه وتوجهه الى البرلمان واخذه لسند سياسي جديد ربما معادي او منهض للرئيس، وبالتالي فانه يريد يعني التركيز اكثر ممكن على صلاحياته الدستوريه ومرفضه الدستور. وبالتالي فان منذ البدايه راى ان هذا التحوير قام بنزع الوزراء المحسوبون على الرئيس، يعني وبالتالي فانه سيبقى الى اخر لحظه يعني يلتزم بالقانون، واذا كان القانون يعطيه الصلاحيات بان لا يقوم ب يعني بان يدعو الوزراء الجدد الى اداء اليمين فانه سيقوم بذلك. ولكن اعتقد ان هذه مشكله ستحل في قادم الايام، في جوهر هذا الاسبوع القادم. هناك وسطات خارجيه وسطات ربما داخليه لشخصيات ومنظمات وطنيه من اجل تجاوز هذه النقطه وتجاوز الازمه الحاليه. سيد سعيد، عقب أزمة وزراء المشيشي، هل يمكن للبرلمان التونسي عزل رئيس الجمهورية؟ عزل الرئيس الجمهورية موجود في الدستور، ولكن في هذه الفترة لا يمكن. لماذا؟ لأنه هناك عنصر أساسي في عملية العزل ينص عليها الفصل الموجود في الدستور، وهو وجود المحكمة الدستورية. إلى حد الآن 6 سنوات ولم تتمكن القوى السياسية البرلمانية من انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، وبالتالي فإنه إلى حد الآن لا يمكن حتى ان وجد مع الاسباب الرئيسي لعزل الرئيس وهو يعني خرق دستوري جسيم، فانه يعني لا يمكن في ظل غياب المحكمه الدستوريه الحاليه. قد يكون هناك يعني طرحت بعض الاطراف السياسيه هذه النقطه من اجل فقط الضغط اكثر ما يمكن على الرئيس ربما وترهيب الرئيس. الرئيس ليس لديه حزب سياسي، ليس لديه اي
سند سياسي، لم يترشح بخلفية سياسية، هو فقط خلفية قانونية، وبالتالي يريدون الضغط أكثر ما يمكن على الرئيس من أجل إجباره أو التنازل على بعض النقاط التي ما زال يعني ملحا في رفضها. في سؤالنا الأخير سيد سعيد، ماذا عن الشارع التونسي؟ إلى أي متى أو إلى أي مدى ترى بأنه يمكن أن يظل صامتا؟ ألا يمكن اعتبار التظاهرات التي جرت الأسبوع الماضي شرارة يمكن أن تمهد إلى تغيير ما أو تجبر السياسيين على الحل؟ نعم، نحن في تونس نعيش منذ أكثر من أسبوع على وقع الاحتجاجات بالليلية ويعني في النهار، وبالتالي يعني وتعمقت هذه الاحتجاجات أكثر، ويعني جلبت حتى نخب سياسية لهذه الاحتجاجات. في البداية انطلقت كاحتجاجات اجتماعية اقتصادية بالأساس من شباب مطالب بالتنمية 13 سنوات على الثورة، لم يتحصل هذا الشباب على شيء، ويشاهد أيضا الطبقة السياسية ما زالت يعني تتصارع من أجل المكاسب السياسية، ثم تحولت هذه المطالب شيئا فشيئا إلى مطالب سياسية. هناك في مظاهرة يوم أمس يعني تمت حتى المطالبة ب يعني رحيل المنظومة الحالية بكافة شقوقها، الرئاسة والحكومة والبرلمان، يعتبرون أن كل الطبقة السياسية التي حكمت أو التي عارضت ما بعد الثورة فشلت في إيجاد يعني ولا في حل البعد الاجتماعي الاقتصادي للبلاد، وبالتالي فإن هناك سخط يعني من الشباب من المتظاهرين على كل الطبقة السياسية يعني بشقها الحاكم والمعارض. الكاتب الصحفي التونسي سعيد زواري، كنت معنا عبر سكايب من تونس العاصمة، شكرا جزيلا لك.